بدنا نتعاطى مع الفاتيكان بنظرة مختلفة كيف نتعاطى مع فرنسا أو مع إيران أو مع سوريا. ماذا أو يريد مع الفاتيكان اثنين الفاتيكان دولة أو حاضرة تهتم بشكل دائم بلبنان، مش بالوضع اللبناني فقط اليوم، إنما بوجود لبنان. والدليل إنه الفاتيكان ما في مرة إلا ما بيحكي عن لبنان، ما في مرة قداسة البابا أو أمين سر الفاتيكان يعني رئيس الحكومة أو وزير خارجية الفاتيكان التقى بهالسنوات الأخيرة وخاصة بالسنتين الماضيتين إلى اليوم بأي مسؤول عربي أو دولي إلا ما كان لبنان أحد مواضيع البحث. هيدي نقطة تانية. ثالثا، نظرة الفاتيكان إلى لبنان نظرة لا تزال ثابتة، هي إنه لبنان بلد مميز في الشرق الأوسط، مميزته الأساسية هو التعايش المسيحي الإسلامي، هو نظامه الديمقراطي، وهو الحريات وهويته الخاصة ودوره الخاص. التفاصيل كيف بيكون التعايش، كيف بيكون النظام، كيف بيكون التعديلات الدستورية، هيدا الفاتيكان ما بيدخل فيها، بيخليها للبنانيين. نقطة الرابعة، حاليا كل الناس بيسألوا هل الفاتيكان بأيد الحياد؟ هل الفاتيكان بأيد مؤتمر دولي من أجل لبنان؟ أنا فيني أقول لك إنه الفاتيكان حتى الآن لم يعلن صراحة إنه مع مؤتمر دولي، صحيح، ولكنه يعمل لكي يحصل مؤتمر دولي من أجل لبنان. الحياد ذكر الفاتيكان، ذكر البابا شخصيا برسائل ثلاثة بعتها إلى رئيس الجمهورية وإلى غبطة البطريرك الراعي بضرورة إنه لبنان يبقى خارج الصراعات ويكون حيادي. إذن مؤيد اثنين، ولكن طريقة عمله على هالموضوعين تختلف عن طريقة عمل فرنسا أو أمريكا أو الدولة أو حتى البطريركية المارونية. أما بالنسبة لزيارة الرئيس مئاتي، رئيس مئاتي زيارته كانت إيجابية، وأساسا كل زيارة إلى الفاتيكان هي زيارة إيجابية، لأنه الفاتيكان منه جزء من الصراعات، وبالتالي كل من يزور الفاتيكان يخرج مرتاحا وسعيدا، لأنه اللقاء مع قداسة البابا لقاء خاص، تشعرين بحالة روحية استثنائية لم تخرجي من الفاتيكان. طبعا قداسة البابا أطلع الرئيس الحكومي الرئيس مئاتي على الجهود اللي عم بيعملها قداسة البابا والفاتيكان من أجل لبنان لإخراجه من أزمته، وحطوا بجو المحادثات اللي صارت مع الرئيس الأمريكي، مع الرئيس الفرنسي، مع الرئيس، مع وزير خارجية أمريكا بلينكن، ومع الاتصالات والزيارات يلي قام فيها مسؤولون من الفاتيكان لا إيران ولا دول الخليج ولا سوريا. وبأوائل الشهر المقبل يفترض أنه يزور وزير خارجية الفاتيكان الكاردينال كالاغر بيروت لإجراء محادثات من بعد ما تأجلت زيارته مرتين في السابق، وكانت من المفترض أنه يجي بأول الشهر، تأجلت يمكن حتى للفاتيكان يكون استكمل كل اتصالاته حول لبنان. بهالاجتماع كمان دولة الرئيس مئاتي يلي بهمه مصلحة لبنان وأنه الحكومة ترجع تقلع، أطلعوا على الوضع، ومن الطبيعي أنه يكون قالوا الأسباب يلي عم تحول دون انعقاد مجلس الوزراء، ومين عم بيعطل مجلس الوزراء. طبعا ما قالوا أنه يلي عم بيعطل مجلس الوزراء مدام جوزيفين ديب، بقى هلأني إذا هني بيحبوا ينفوا أنه قالوا له أنه حطوا الفاتيكان بجو أنه حزب قالوا الله، قالوا له أنه حزب الله ما بيقبل يحضر مجلس الوزراء ومعلق اجتماعات مجلس الوزراء. طبيعي، شو بده يقول له؟ لك أنا بده يقول له مين عم بيعرقل مجلس الوزراء، هو كرئيس حكومي، مين عم بيعرقل وزير الشباب والرياضة الدكتور مين عم بيعرقل؟
أنت وأنا بنعرف واللبنانيين بيعرفوا والعالم بيعرف. هذا ما قاله المئاتي، يعني شرح له الأزمة اللبنانية، شرح أنا له الأزمة. ماذا قال المئاتي؟ هذا كلام يعود للرئيس المئاتي، ولكن هذا هو جو الاجتماع وكان جو إيجابي. وأنا بعتقد أنه الاتصالات اللي عم بيقوم فيها الرئيس مئاتي ضرورية، حتى لو ما كانت رح تؤدي إلى انعقاد مجلس وزراء، ولكن ضرورية حتى للعالم يشعر أنه لبنان موجود على الخريطة الدولية. ولكن مش هونيك الحل، مجلس وزراء حله مش بالسعودية ولا بتركيا ولا بالفاتيكان ولا بفرنسا، هوني بالأصل. واليوم الرئيس مئاتي قال أنه الحكومة ماشي بس مجلس الوزراء مش ماشي، هيدا معناتها أنه ما في انعقاد لمجلس وزراء ولكن لن يستقيل بالمقابل. لن يستقيل، هو مستمر بلقاءاته الثنائية لأنه عم يعقد وفي شغل على عدد من المستويات. بس قبل ما ننتقل للبنان، اليوم بالخليج كنت عم تقلي حضرتك أنه وزير خارجية الفاتيكان عمل جولة على عدد من الدول، إيران، الخليج، سوريا، من أجل ماذا؟ وهل هناك من وساطة مثلا، مش أنه الفاتيكان بيعمل وساطة، بس هل هناك من مسعى لعودة العلاقات الخليجية اللبنانية؟ الفاتيكان وكيف؟ الفاتيكان بيعمل مساعي، دوره دبلوماسي، دوره سياسي، والمساعي أنه يحاول يقنع الدولة الإيرانية بضرورة فصل لبنان واستقلال لبنان واستقرار لبنان واقتصاد لبنان وأمن لبنان عن الصراع الدائر في المنطقة. طبعا ما طلب الفاتيكان بنزع سلاح حزب الله أو بالآخرها الإجراءات الجذرية، ولكن طلب تليين المواقف تجاه لبنان حتى لبنان يرجع يستعيد حد معين من استقراره ومن انطلاقته الاقتصادية، لأنه نازلين بانهيار لا أحد يعلم أين سيستقر. مثل سيارة نازلة بالوادي ما حدا بيعرف وين بتستقر، هل في شي صخرة تلقطها وبتجمد انهيارها أم بتدل نازلة إلى قعر الوادي؟ ما حدا قادر يقلك اليوم لبنان إلى أين، بس الأكيد الطريق اللي سلكينا والنزل اللي سلكينا ما بتقول أنه رح نخرج بوقت سريع من هالحالة هي. هلأ في مفاوضات في فيينا، يعني عم تقول حضرتك في مساعي للفاتيكان مع إيران ودول الخليج وكل الدول المؤثرة في لبنان من أمريكا لفرنسا لسوريا إلى ما هنالك، ولكن بالسياسة في فيينا. إلى أي مدى تعتقد أنه هن مسارين منهم منفصلين؟ يعني قديش المساعي الفاتيكان بإيران هي مساعي مسموعة فيها نتيجة ولا لا؟ نحن عم نشوف النتيجة رح نشوفها من مفاوضات فيينا. المشكلة بالمسؤولين الإيرانيين أنه بيستمعوا للكل وبيحاوروا الكل، ولكن ما بيتغير موقفهم حيال القضايا اللي هن بيكونوا مصرين عليها. اليوم بمفاوضات فيينا يلي بعد من المبكر ينعطى رأي واضح حول نتائجها، لأن إلى 24 ساعة بلشت، فينا نحلل فينا نتنبأ ونخمن، ولكن نقول شو بده يصير بيكون نوع من قلة مسؤولية فكرية إنه نعطي رأي. ولكن يلي بقوله أنا من خلال التحاليل الموجودة والمعلومات أنه الأمريكان والإيرانيين داخلين إلى المفاوضات من بابين مختلفين. الإيراني شرطه للعودة إلى الاتفاق هو رفع العقوبات الأمريكية، والأمريكي شرطه لرفع العقوبات هو عودة إيران إلى الاتفاق النووي كما كان بال 2015. حديت هلا بعد ما صار في اتفاق. انا بقول بقدر ما بيتنازلوا الاوروبيين والامريكان في امل انه يصير في اتفاق، لانه ايران لن تتنازل عن مشروع الطاقه النوويه، خلينا نكون واضحين. واذا الغرب ما بده يعرف هالشيء
بيكون لأنه ما بده يسمع مش لأنه منه عارف، ولكن عم بيهرب من المواجهة. إذا الغرب هرب من المواجهة اتفاق فيينا بينجح، ولكن شو رح يكون الموقف الإسرائيلي؟ هيدي علامة استفهام كبير. ولكن حتى الآن إيران بموقف بفيينا عم تكون ليني بالشكل، نعم، وصلبي بالجوهر، والاتحاد الأوروبي الممثلين الأوروبيين عم بيكونوا كتير خسعين بالمفاوضات، وأمريكا بعد منا حازمة أمرها إذا كانت بتتنازل عن موضوع العقوبات قبل العودة إلى الاتفاق. لأنه ما ننسى أنه أمريكا عندها أزمة داخلية لا تقل عن أزمة النظام الإيراني. نعم. وإيران فاتت على المفاوضات من موقع قوي، في حين أنه أمريكا رجع إلى المفاوضات من موقع ضعيف وراء إيران في انتشارها بمنطقة الشرق الأوسط، وراء إيران في زيادة التخصيب للأورانيوم، وراء إيران في القصف يلي عم تعملوا على القواعد الأمريكية بسوريا والعراق، وراء إيران في التشكيك بالانتخابات العراقية، وراء إيران في لبنان اللي هو صار قاعدة إيرانية، بينما أمريكا واصلة على المفاوضات مع الانسحاب من أفغانستان، الانسحاب من الشرق الأوسط، الصراعات الداخلية بين الجمهوريين والديمقراطيين، وعند الخوف الديمقراطي يعني إدارة بايدن من الرسوب في الانتخابات النصفية بعد أقل من سنة.